لسه مستمرين كلام عن الساحرة المستديرة وبالذات عن الأندية الأوروبية اللي بقى عندها إنفاق مالي ضخم جدا في السنين اللي فاتت. كلنا بنشوف ونسمع عن عقود اللعيبة اللي بالملايين والأندية اللي بتتسابق على شراء النجوم العالميين بمبالغ هلامية. تعتبر ان ده استثمار في حد ذاته بيرفع من القيمة السوقية للأندية. عشان كده في دراسة اتكلمت عن اغنى 10 أندية في العالم، وجي مانشستر سيتي الانجليزي رقم واحد بقيمة مليار و110 مليون يورو. بعديه على طول جه باريس سان جيرمان الفرنسي بقيمة تسويقية وصلت ل 896 مليون يورو. إنفاق ضخم وقيمة تسويقية عالية تخطت حاجز المليار يورو لأهم الأندية الرياضية في العالم واللي بتتسابق في شراء اللعيبة والنجوم الكبار لحصد الألقاب المحلية والعالمية. فريق مانشستر سيتي الإنجليزي انفرد بصدارة قائمة أغلى 10 أندية في العالم من ناحية القيمة التسويقية، وده وفقاً للتقرير اللي نشره موقع ترانسفير ماركت العالمي المتخصص في قيمة اللعيبة بعد التحديثات الأخيرة في الأسعار واللي شهدت تغييرات ما بين الارتفاع والانخفاض. وزي ما جه في التحديث الأخير إن المان سيتي وصلت قيمته التسويقية لمليار و110 مليون يورو، وبكده بقى النادي الوحيد اللي تخطت قيمته حاجز المليار يورو. ده غير إن السيتي تفوق على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اللي بيحتل المركز الثاني في قائمة أغلى أندية العالم بقيمة تسويقية وصلت ل 896 مليون يورو. وفي المركز الثالث فريق ليفربول الإنجليزي المحترف فيه نجمنا الدولي المصري محمد صلاح، وصلت قيمته التسويقية ل 885 مليون يورو. المفاجأة بقى إن ريال مدريد حصل على المركز الرابع من ناحية ترتيب القيمة التسويقية للفريق واللي وصلت ل 876 مليون يورو، وبعد منه بايرن ميونخ في المركز الخامس بإجمالي قيمة تسويقية وصلت ل 817.75 مليون يورو. في المركز السادس جه فريق توتنهام الإنجليزي، وفي المركز السابع جه فريق تشيلسي بمبلغ 730 مليون يورو. أما أتلتيكو مدريد ففي المركز الثامن بإجمالي 688 مليون يورو، وفي المراكز التاسعة والعشرة حل المان يونايتد والإنتر الإيطالي. والمفاجأة الأغرب بقى إن القائمة الجديدة لأغلى 10 فرق في العالم شهدت غياب فريق برشلونة الأسباني بعد ما أصبحت قيمته التسويقية 610 مليون يورو.